السلام عليكم زوينه ديالي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس، هانين اموركم؟ مزيان شعودوا، اخباركم؟ كلشي بخير الحمد لله. المهم البنات، اليوم غنعطيكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف 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 بزاف، وشحال من تعليق وشحال من وحده كتجيني وكتقول لي شي كريم اختي عافاك، كريم مناسب ومبيض وفعال في ازاله الكلف والحبوب واثار ديال الحبوب، وكيصفي البشره. هذا البنات مشكل ديالنا احنا كاملين، يعني حنايا كنبغيو البياض وكنبغيو الوجه يكون صافي وزوين. هاد الوصفه هادي غادي تعجبكم بزاف بزاف، ولكن البنات كنتمنى ديروها بالطريقه الصحيحه اللي غنعطيها لكم، وباش تشوفوا يعني النتيجه غادي تعطيكم يعني في ظرف، يعني صراحة البنات إلا داومتو عليها، درتوها نهار على خو اليوم وغدا وبعد غدا وما حيدتوهاش وما يعني ما نكتوهاش كما كنقولو حنا، غادي تعطيكم نتائج زوينة بزاف. راه البنات كنعطيكم أنا الوصفة، وسيروا التعاليق وغادي تشوفوا بأن البنات حامل وحدة جات لعندي دارت الوصفة اللي درت وشات ودارتها وجات وكتبتها لي في التعليق، قالت لي يعني ماشي وصفة وحدة، شحال من وصفة، يعني أي وصفة كنحط كيجربوها البنات وكنعرفهم ويعني كيتيقوا في الوصفات ديالي، يعني كيجربوهم وكيجيو معاهم زوينين وكيجربوهم هما وخواتاتهم، يعني داكشي اللي كيكتبوا لي البنات كيقولوا لي راه جربنا الوصفه انا اختي ولا انا وماما ولا انا وخالتي، راه جات معنا الوصفه وزوينه والله يعطيك الستر والله يعطيك صحيحتك. هذاك الشيء البنات كيزيد، يعني كيزيد باش كيزيدني باش نزيدكم انا من الوصفات اللي كيكونوا مجربين البنات. هادشي اللي انايا كنحاول نعطيكم الوصفات اللي كيكونوا مجربين وزوينين. مهم دابا غادي نبدا نقول لكم الوصفه اللي هي ساهله ماهله، وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر البنات. بالنسبه للمكونات ديال الوصفه كما كتشوفوا عندي هنايا نيفيا، نيفيا البنات خاصها تكون ديك الاولى اولا البروميان اولا الدوريجين، راه كاينه البنات غير قلبوا عليها باش غتعرفوها. غادي تلقاوها هنا حرشه نيفيا كريم، كتكون حرشه يعني كتقيسيها كتحسي بيها بانها راها حرشه، ماشي بحال مكتوبه نيفيا كريم كتكون في البواطه لداخل، لا هذه برا البواطه كتكون محفوره، حتى في الجناب حتى هما كيكونوا محفورين. وهنا البنات راه الثمن بحال هذه بحال الاخرى، بحال يعني بحال بجوج، ولكن الا كنتي يعني باغا الدوريجين غادي تعرفي كيفاش تاخذيها، حيت دابا كتمشي عند الماكياج تقولي لي معطوني نيفيا كيعطيكم اي نيفيا، ماشي كتقولي لي معطيوك نيفيا وكتقلبيها انت. وعندي هنايا حامضه وعندي زعفران، زعفران يكون حر البنات ضروري يكون حر، والريحه يعني باش هو تعرفوا بان راه حر، تشمو غير ريحته غادي يعطيكم بان واش حر ولا ما حرش. المهم دابا غادي ناخذ الكريم باش تشوفوا الوصفه راه زوينه البنات، تبعوها وداوموها كما قلت لكم نهار على خو نهار على خوه. المهم انايا البنات ماشي ما كنشدش نيفيا كامل وكنخلطها، كناخذ بحال هكا حامضه، كناخذ شويه ديال نيفيا وشويه ديال زعفران حر، يعني ما كنخلطش كلشي في بواطه، لا فيما كنبغي نستعمل كل نهار كل ليله كنحط حدا، يعني كنحط الحامض ونيفيا والزعفران كنصايب الخلطه ديالي وعاده ديك الساعه كنديرها والغدا هكاك وغدا بحال هكاك. المهم البنات كما كتشوفوا كناخد هاك الشعيرات ديال الزعفران وكنعصر عليهم الحامض غير باش كيطلق داك الزعفران كيطلق ديك الماده ديالو. شتو البنات الا درتي الزعفران في الكريم نيشان ما غاديش يطلق ديك الساعه، غادي يطلق ولكن واحد المود حتى كيترقى عاد كيطلق. انا البنات الطريقه اللي كندير راها زوينه بزاف، حتى هي كتصفي الوجه اللي فيها الكنف اللي فيها الحبوب اللي فيها لاطراس ديال الحبوب، اللي باغا تصفي وجهها يعني توحد اللون ديال الوجه ديالها، راه هاد الوصفه هادي راه زوينه بزاف. هنا البنات اللي ما بغاش تستعمل زعفران ما تستعملوش، يعني بعض المرات البنات ما كيكونش عندي انا زعفران كندير غير حامض ونيفيا، يعني بجوج كنخلطهم غير بجوج وكنستعملهم، وكاين بعض المرات ما كيكونش عندي الحامض كندير غير نيفيا والزعفران، يعني الزعفران كنخلطو مع شويه ديال الماء ورد غير باش كتطلق ديك الماده ديالو وصافي كنخلطها وصافي كنديرها في وجهي. هانتوما البنات انا غنخلطها لكم بحال هكا، ولكن نتوما كما قلت لكم كل ليله تخلطيها ما تخلطيهاش كامله، ويعني باش الحامض
والزعفران يكونوا يعني ما طارش الجهد ديالهم، فهمتوا البنات؟ باش ما يطيش الجهد ديالهم وديروا على الوجه ديالكم وتستافد منه البشره، يعني تستافد من الحامض كما كنعرفوا احنا الحامض راه مبيض بزاف بزاف. والزعفران هذاك خلاص البنات راه كينقي وكيصفي البشره، راه علاج ودواء البنات، راه زوين بزاف البنات. كما كتشوفوا هنايا غادي نخلط انا كما قلت لكم، ما بقاتش عندي نيت نيفيا، غادي غير نخلط وغادي نوريكم. يعني نتوما كما قلت لكم ديري داكشي اللي بغيتي تستعملي، يعني ديري في وجهك وديري في عنقك داك شويه اللي غديري. شو البنات راه كيولي اللون ديالها بحال البيج، ولكن مازال غادي نخلطها مزيان حتى تندمج مع بعضياتها، وعاد ديك الساعه نديرها. شو البنات اللون كيفاش كيتبدل، ونيفيا البنات راه بزاف شحال من مره كنخلطها مع بزاف تاع الحوايج. الا كنتو بغيتو الوصفات يعني الوصفات قولوها ليا وغادي نخليهم لكم، اولا نديرهم لكم، سمحوا لي البنات غنديرهم لكم في واحد الفيديو، ندير لكم الوصفات كاملين اللي كندير النيفيا. المهم هانتوما البنات كنشدو راه غير كتدخل، درت ليها الحامض ودرت ليها الزعفران، وانتم شوفوا يعني ماشي تقولوا حقا الحامض ملي كيقيس الكريمه ما كتدخلش للجلده، لا البنات راه كتدخل. هانتوما دخلت المره الاولى وغادي نعقب ندخل هذه باش تشوفوها، وكتخلي البنات الوجه رطيب رطب 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 رطب، واللي فيها حتى فيها التجاعيد استعمل نيفيا البنات، راه نيفيا واعر بزاف للتجاعيد، التجاعيد ديال الوجه والتجاعيد ديال اليدين حتى هي تستعملها غير بوحدها، يعني غير تاخذ الكاليتي اللي كتكون بروميان والدوريجين راه غادي توافقها وغادي تعطيها نتائج زوينه بزاف. المهم كما كتشوفوا سمحوا لي البنات اللي سمعتوا الصداع ولا شي حاجه، صافي هادشي اللي كاين البنات. والبنات هنايا الا بغيتوا تزيدوا الحامض زيدوا الحامض، البنات الا بغيتوا تزيدوه زيدوه ماشي مشكل. المهم انايا البنات كنوريكم انا غير الطريقه، وانتوما تقدروا ديروا الحامض القياس اللي بغيتو على حساب الكريمه اللي غديروا، والزعفران حتى هو بحال هكاك عندكم موجود وسخيين ديروا الزعفران راه زوين بزاف بزاف بزاف. وهنايا البنات على ديك الزعفران شدوا الليمون البنات، دابا لقيت كاين ديال الليمون عصريه عصريه عصري يعني عصير ديال الليمون، وحطي فيه الشعيره ديال الزعفران وديريه في الرشاشه ديال الماء ورد وخليه، سمعتوا البنات؟ وخليه حتى كيطلق داك الزعفران في الليمون، وصافي ولي رشي به الوجه ديالك. عرفتي البنات راه زوين بزاف 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 حتى لشي نهار البنات، وغادي نوري لكم ونعطيكم يعني نوريكم الطريقه باش تفهموا اكثر وتعرفوا اكثر. صراحه البنات الليمون والزعفران عندو فوائد زوينه، كيحيد التجاعيد كيبيض البشره كيوحد البشره، زعما صراحه زوينه البنات. كما كتشوفوا البنات هذه هي الوصفه ديالي، ها هي راني كملت ساليتها. تبعوها البنات كما قلت لكم يوميا يوميا، نهار على خو نهار على خوه. ومن بعد يعني في الاول قبل ما تديري الوصفه تغسلي وجهك مزيان، عاد ديك الساعه استعملي لك هذه الكريمه هذه، والصباح يعني ملي تنوضي ضروري البنات ضروري تغسلي وجهك، يعني تغسلي وجهك باش داك الحامض البنات اللي كتكون تاثر فيهم الشمس، يعني بحالي انا يعني انا كندير الحامض ولكن كتاثر فيا الشمس الا ما درتش هذيك ليكرون او لا بوماده الشمس كتشوط ليا وجهي البنات ما نعاودش ليكم. المهم انا البنات هاد الوصفه هادي داوموا عليها، ولكن مع البوماده ديال الشمس انا غادي نوريكم واحد البوماده ديال ماما كتستعملها على حساب التجاعيد وكتنقي البشره وزوينه بزاف، غادي نوريها لكم البنات. ها هي اغياج البنات زوينه بزاف بزاف بزاف، هذه ما فيهاش الفوندو تاع زوينه برا مابقاش نشكر فيها البنات، اغلبيه غتكون عندهم، وهي كتحيد التجاعيد وكتجبد البشره، والا داومتو عليها غير هي راه كتجبد البشره. حيت دابا البنات كاينين بزاف كيدخلوا عليك ويقولوا لي ما نقولش لكم البنات غنقول لكم العيالات، كيدخلوا عليك ويقولوا لي راه التجاعيد التجاعيد التجاعيد، غير
غير الكريم هاد البوماد ديال الشمس غادي تحيد لك التجاعيد، يعني غادي تاخدي على حساب لاج ديالك. يلا هالبنات كنتمنى تكونوا بخير، ونتمنى هاد الفيديو يعجبكم، ويلا بالسلامه عليكم. وسمحوا لي الا كنت مرتاحه بهذا الفيديو، هذا الصداع والغوت ما قدرش نركز معاكم، وهادشي اللي كاين. يلا بالسلامه عليكم.